السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله على قناه بيت ام ريان. كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال، وعواشركم مبروكه وبصحيحه وسلامه باش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم هذه الحليوه هذه اللي كتجي رائعه واقتصاديه بزاف وما فيهاش المكونات. المهم قبل ما ندوزو لطريقة العمل والمقادير اللي غادي نحتاج فيها، غادي نصليو على نبينا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم غنقول لكم المقادير وأنا كنصايب. هنا عندي 4 المعالق كبار ديال الكوك، خديتهم ودرتهم في هذه المقلة وغادي نحمرهم كما كتشوفوا. المهم غادي نحمرهم حتى كياخذوا واحد اللوين شي شوية، المهم هي شوية ماغو ما كيتحمروش يعني بزاف. على ما كناخذ هذا اللوين هذا صافي، غادي هنا غنطفي عليهم وغادي نحطهم في شي اناء باش يبردوا على ما نبدا نصوب في الحليوه. المهم خديت هذا البول هذا، غادي ندير فيه 125 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه باش دغيا كتطلق. هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي او بودره ديال السكر، وهنا معلقه ديال سكر فانيلا وقبصه ديال الملح. غادي نخلط هذه المكونات. المهم هاد الحلوه هادي ساهله ودغيا كتحضر في واحد الوقت اللي هو تقريبا 10 دقائق كتكون حاضره هاد الحلوه هادي، واقتصاديه وما فيهاش المكونات بزاف. المهم ملي كنخلط داك الزبده مزيان مع داك سكر فانيلا والسكر، غادي نضيف دابا كاس ديال الزيت. المهم الكاس ما عامرش، القياس ديال الزيت ما عامرش بكاس العنبه والعبار بالتدقيق 120 مليلتر ديال الزيت. المهم كنخلط هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا بهذيك سباتول حتى كينسجموا وكيوليو ليا مخلطين مزيان. كنضيف ليهم ديك 4 المعالق ديال الكوك كما كتشوفوا باش كتعطي كيعطي لديك الحلوه هاد الكولور هذا بحال اللون ديال البسكوي. المهم حيت كنخلطهم مزيان، دابا غادي نضيف الدقيق. الدقيق عندي 350 غرام بالعبار ديال كاس العنبه 3 الكيسان ونصف، ودائما الكاس كنعمروه بالمعلقه. فغادي نغربل الدقيق كله 350 غرام كلها خدات. المهم هاد المقادير هادو مضبوطين بهاد العبار هذا ديال الدقيق اللي قلت لكم. والمهم نتوما على حسب الدقيق يمكننا نديرو 3 الكؤوس ونتسنى ونشوفو كيفاش غادي تجينا العجينه. الا هي جاتنا جاريه كنزيدو داك نصف كاس، جاتنا هي هذيك ما تنضيفوش، ولكن المهم على حسب الدقيق تيبقى داك الشيء. المهم انا 350 غرام اللي دخلت ليا هذيك المقادير ديال هاد الحلوه هذه. المهم هنايا حيدت السباتول بديت كنكمل بيديا. العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، المهم ما كندلكوها ما والو، كتجمع غير رؤوس الاصابع بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي عاديه. المهم هاد الحلوه هذه ما كنديروا فيها لا بيض لا خماره، صافي كتجيني على هذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا رطبه. دابا غادي ندوز باش غنبقى نشكل ديك الحلوه. عندي هاد المرشم هذا عاد خديته جديد، فيه ديك جوج زواقات، انا اختاريت هذيك ديال الشهده. فكنكور العجينه وضروري كنستعمل الدقيق باش ما يلصق لياش في هذاك المرشم. المهم كما شفتوا كنكور العجينه وضروري عيني ميزاني مهم القياس. المهم الا كنتو تكوروا حاولوا ديروهم متقادين كويورات، وكما شفتوا كنضغط عليه حتى كياخذ ليا داك الرشمه ديال اللي في هذاك المرشم. المهم غادي نستمر حتى غادي نسالي داك الكميه.
بعد ما ساليت هذيك الكميه الفران راني شاعله على 160 درجه، درت ليها البابي كويسون ضروري باش ما تحرقش، وكطيب على المهل باش كتجينا على هذا الشكل هكا محمره، وكتاخذ واحد اللون اللي هو موحد. فغادي التزيين ديالها غادي ندير ليها سكر كلاصي، غادي نبقى نفندها هكا ونستفها على داك الشكل هكا باش هذاك السكر كلاصي كيعطي واحد المنظر زويون. المهم على ما غنسالي وغنوريكم الشكل النهائي ديالها. ودابا من بعد ما كملت الحليوه استفت على هذا الشكل هكا بحال شي وريضه، كتجي صراحه رائعه وبنينه في المذاق ديالها وكتذوب. انا غادي نوريكم كيفاش يعني اننا دغيا كتفتت. المهم كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم، وقولوا لي كي جاتكم هاد الحليوه في الكومونتير، وخليوا لي لايك للفيديو ما تنساوش فضلا وليس امرا، وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها لانها اقتصاديه وسهله ودغيه دغيه كتحضر في 10 ديال الدقائق. وهذا ما كان، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.